حصاد الجنوب، أهلا بكم. التقى علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية بعدد من أفراد الدفعة 52 من أبناء حضرموت الدارسين بالكلية الحربية بالعاصمة عدن من منتسبي قوة النخبة وألوية المنطقة العسكرية الثانية. وأشاد الكثير بإنجازات قوة النخبة الحضرمية في معركة التحرير وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بمديرية ساحل حضرموت، مشيرا إلى أهمية حضرموت ودور أبنائها الريادي في مختلف المجالات سواء لحاضر الوطن أو مستقبله. اطلع فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن أبو زرع المحرمي على سير أعمال تركيب الألواح الضوئية في مشروع محطة الطاقة الشمسية المقدرة ب 120 ميجاوات والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن. عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية سيئون اليوم السبت اجتماعها العام الموسع الثالث للعام 2023. الاجتماع شدد على رص الصفوف ونبذ الخلافات والتلاحم الجنوبي وسرعة تنفيذ المهام لتحسين أداء العمل لخدمة القضية الجنوبية. ورياضيا، تجاوز فريق شباب المصنعة على نظيره الكفاح في ختام منافسات الدور الأول من بطولة شبوة للأندية لكرة القدم التي يرعاها المجلس الانتقالي الجنوبي. فوز شباب المصنعة جاء بركلات الترجيح 9-10 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لهدف. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.